السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا الطلبة في استكمال محاضرات البايبولار جانكشن ترانزستور. واليوم إن شاء الله حنتناول حل مجموعة من المسائل والتمارين على الكومون بيز كونكشن أو كونفيجريشن. والدائرة اللي أنت شايفها أمامك بتلاحظ إنه البيز جاي ما بين الإميتر والكوليكتور، ويعتبر في هذه الحالة هو في حالة إيش؟ الكومون بيز. وكل مسائلنا حتكون على الكومون بيز. وهذا الترانزستور للتذكير هو من النوع NBN. المسألة الأولى من المسائل اللي ببدأ فيها أنا للترانزستور، لأنها مسألة مهمة جدا وبتوضح لك كيف بتتم أو كيف يقوم الترانزستور بتكبير الإشارة. لدينا في هذا السؤال عندي ترانزستور من النوع BNB، ودخلت عليه إشارة قيمتها الماكسيمم 500 ميلي فولت، وكانت مقاومة الانبوت لدائرة اللي هو الانبوت اللي هو الاميتر والبيز 20 اوم، اما دائرة الاوتبوت فهي 100 كيلو اوم اللي هي دائرة البيز والكوليكتور، وهي دائرة انحياز عكسي. ولدي المقاومة الحمل اللي هو RC 1 كيلو اوم على الفي اوتبوت. طالب منك تحسب الفي اوتبوت اذا كان الفي انبوت 500 ميلي فولت، وممكن تتخيل انه هذه دائرة امبليفاير تبعت سماعات او صوت. ليش؟ اعتبر هذا صوتك اللي انت بتحكي فيه عبر الميكروفون. فالميكروفون ايش بيعمل؟ بحول ذبذباتك الصوتية الى تيار كهربي. هذا التيار الكهربي بدخل كاشارة على مين؟ على الترانزستور، بيطلع على الاوتبوت اللي هو السبيكرز تبعتك. فخلينا الان نشوف مع بعض ال 500 ميلي فولت كيف حتطلع على الاوتبوت. فطالب منك تحسب الامبليفيكيشن، وبدي اياك تفترض انه اي بي از فيري سمول. حتى تستطيع انك تحسب الفي اوتبوت بدك تعرف الاي كوليكتور، وعشان تعرف الاي كوليكتور بدك تستعين بالمعادله انه اي اميتر بيساوي اي بيز زائد اي كوليكتور، فمعناته بدك تستعين بالدائره الانبوت عشان تعرف اي اميتر. اذا عرفت الاي اميتر من هنا بتقدر تعرف مين الاي كوليكتور، لانه متساويين لانك انت عملت التيار القاعده. فالاشاره 500 ملي فولت، المقاومة 20 أوم، بتقسم على 20 أوم 500 على 20 بتطلع معاك قيمة التيار آي إميتر. هيك أنت بتكون حصلت على أول مطلوب اللي هو تيار الإميتر في الحالة هذه. الإشارة تبعتك 500 ملي فولت على 20 بتطلع 25 ملي أمبير. ثم إذا اعتبرت أنه تيار الإميتر وتيار الكوليكتور متساويين لأنه آي بيز مهملة، ففي الحالة هذه ستحصل على انه الاوتبوت تبعك على اللود ريزيستنس هو قيمة التيار 25 ملي امبير في RC، ولاحظ RC هنا قيمتها بالكيلو اوم، طلع معايا 25 فولت. اذا انت بديت باشارة مقدارها 500 ملي فولت، وصلت الى ايش؟ الى 25 بكل سهولة. هذا عبارة عن امبليفاير قام بتكبير الاشارة، وبالتالي مقدار التكبير تبعك هو عبارة عن حاصل قسمة الاوتبوت على الانبوت، فبعطيني 50 مرة. اذا مقدار التكبير الان هو 50 مرة، ولذلك وظيفة هذا الترانزستور هو انه اخذ الاشارة على مقاومة صغيرة وطلع الاشارة على مقاومة كبيرة بدون التغيير في قيمة التيار، انما رفع ايش؟ رفع الجهد. وبالتالي الذبذبة الصوت تبعتي اللي كانت قيمتها 25 ملي فولت اصبحت تضخ على السماعات بقدر مقداره 25 فولت، لما بضربها في قيمة التيار بيعطيني الباور اللي انا كبرتها. لذلك لو انت اجيت تعرف من اين اتت كلمة ترانزستور، هتلاقيها جاءت من كلمتين: ترانسفير ريزيستنس. ترانسفير ريزيستور، ايش معنى ترانسفير ريزيستور؟ نقل المقاومة. اذا كل اللي عملته انا في الدائرة هذه اني اخذت الاشارة من مقاومة انبوت صغيرة الى مقاومة اوتبوت كبيرة. هذه اعظم فائدة من فوائد الكومون بيز، انك انت كبرت الاشارة، كبرت جهد الاشارة بدون ما تكبر التيار، وحصلت على ترانسفير ريزيستنس، طلعت معايا كلمة ريزيستنس. لو انت اخذت الجزء الاول اخذت الجزء الثاني طلعت معاك كلمة ايش؟ ترانزستور. اذا كلمة ترانزستور لها اصل ولها معنى ولها فلسفة من اين اتت. هيك من هيك تم تكوين هذا الاسم. السؤال اللي بعده معطي لك اي كوليكتور والاي بيز، وطالب منك تحسب الالفا. انت بتعرف انه الالفا، عشان اكتبها على جنب لانها تلزمني كثير، ايش بتساوي؟
بتساوي اي كولكتور على اي اميتر، مظبوط ولا لا؟ الاوتبوت على الانبوت، هذه في حاله البيز المشترك. لذلك عشان تحسب انت الالفا فانت محتاج الاي اميتر، صح ولا لا؟ فعشان تجيب الاي اميتر ايش بتعمل؟ بتجمع الاي كولكتور مع الاي بيز، لانه في عندك علاقه مهمه جدا برضه هذه بكتب لك اياها لانها من العلاقات المهمه. اي اميتر بتساوي اي كولكتور زائد اي بيز، هذه العلاقات اللي هي شديده الاهميه بالنسبه لنا. فبتطلع معك قيمه الاي اميتر 1 ملي امبير. اذا صار عندك قيمه الاي اميتر والاي كولكتور فبتقسمهم على بعض بتطلع معك 95 من 100 قيمه اللي هو الالفا. لو جينا الان للسؤال اللي بعده وبقول لك عندك تيار مقداره 1 ملي امبير، هذا التيار اللي هو 1 ملي امبير تيار مين؟ تيار الاميتر. ولما بكون الاميتر از اوبن سيركت كان الكوليكتور كارنت 500 او 50 مايكرو امبير. اذا ال 50 مايكرو امبير في هاي الحاله هي الاي سي بي او، اي سي بي او بتساوي 50 مايكرو امبير. فايند ذا توتال كوليكتور كارنت، التوتال كوليكتور كارنت من وين بجيبه؟ اي كوليكتور بتساوي تيار الميجوريتي واللي كان بيساوي الفا في اي اي زائد الاي سي بي او. هذه العلاقه لو انت ذكرتها بامكانك انك تعوض في المعادله بكل بساطه، لانه عندك تيار الاميتر عندك الالفا وعندك الاي بي اي سي بي او، فتصبح لديك بكل سهوله وبكل اريحيه انك تعوض على الالفا والاي اميتر والاي سي اي او او الاي سي بي او، بتطلع معك قيمه الاي كوليكتور الكليه. اوكي، يعني كلها عباره عن معادلات سهله ولكن بحاجه انك تذكرها مره واثنين ثلاثه حتى ترسخ في الذهن. بالنسبه لهذه الدائره دائره ترانزستور، ومن النوع اول شيء بصنفه من النوع ايش؟ القاعده البيز الكومون بيز. الترانزستور هذا من النوع ايش؟ ان بي ان، اسهم التيار طالعه بهذا الشكل اي اميتر بيساوي اي كوليكتور زائد اي بيز. المهم ايش طالب مني؟ اوجد تيار البيز. تيار البيز طبعا انت بتقدر تحسبه تيار البيز بعده طرق، انه اي اميتر ناقص اي كوليكتور بيساوي تيار ايش؟ تيار البيز. طيب خلينا نشوف الان هل استطيع الاستفاده من الالفا هاي كيف؟ اول شيء دائره الانبوت ودائره الاوتبوت، مين اللي بتوفر لي معلومات اكثر؟ دائره الاوتبوت، لانه دائره الاوتبوت ايش بتقول لك؟ بتقول لي انا عندي على الحمل 2 كيلو اوم في عندي 2 فولت، فلو قسمت 2 فولت على 2 كيلو اوم بيطلع معايا 1 ملي امبير تيار مين؟ تيار الكوليكتور. اذا اول معلومه بدي اياها اللي هي انك انت جبت تيار الكوليكتور من خلال ايش؟ انه قسمنا ال 2 فولت على 2 كيلو اوم اعطتني 1 ملي امبير. طيب في عندي علاقه مهمه جدا انه الالفا بتساوي اي كوليكتور على اي اميتر، اذا بتقدر تحسب مين؟ اي اميتر. اذا بتقدر تحسب اي اميتر، وهيك انت استفدت من مين؟ استفدت من الالفا تبعتك واوجدت تيار الاميتر. اذا تبقى علي اني استخدم المعادله العامه واطرحهم من بعض، فبطلع معي تيار البيز هو عباره عن تيار الاميتر ناقص الكوليكتور بيعطيني 0.05 ملي امبير. السؤال الاخير وهو دائره بيز كومون بيز، وهنا اضفت مقاومه على الانبوت وفي عندي مقاومه على الاوتبوت وعندي 18 فولت وهنا عندي 8 فولت، والترانزستور من النوع ان بي ان، وطالب منك تحسب اي كوليكتور والفي سي بي. الاي كوليكتور هي والفي سي بي، وين الفي سي بي؟ اللي هو فرق الجهد، هذا في سي بي. اذا المره هذه انا اعطيتك دائره الانحياز اللي هي 18 ايش؟ 18 فولت. ال 18 فولت هذول جزء رايح منهم على المقاومه وجزء رايح على مين؟ على في سي بي. فانا لا بعرف الجزء اللي رايح على المقاومه عشان احسب التيار الاي كوليكتور، وبالتالي في عندي مجهولين هنا، مين هو الجهد على المقاومه والفي سي بي. طيب خلينا نشوف دائره الانبوت. دائرة الانبوت تستطيع انها توفر لك معلومة قيمة، وهي انه انا عندي هنا بطارية انحياز امامي 8 فولت، عندي هنا مقاومة يمر فيها تيار، وانا بعرف انه الجهد هنا اذا انت اخذت الفرق الجهد هنا هذا من اي نوع؟ من ان بي، اذا هنا موجب سالب، وهذه قديش قيمته؟ 0.7 لانه من السيليكون. اذا تستطيع الان انك تستخدم قانون كيرشوف وتحسب اي اميتر،
كيف؟ حتقول زائد ايش؟ زائد 8 زائد اي ام متر في ار ناقص 0.7 بيساوي 0. اذا الاي ام متر ايش بيساوي؟ 8 ناقص 0.7 على 1.5 كيلو اوم. انت في الحاله هذه بتكون اوجدت تيار الاميتر، ولان تيار الاميتر بيساوي تيار الكوليكتور لانه ما جابش اي قيمه تحسب فيها تيار البيز وما جابلكش اي الفا في الموضوع، فبتعتبر اوتوماتيك انه تيار البيز مهمل بالنسبه لقيمه الأربعة ملي امبير و8 من 10. طالما حسبت انت تيار الكوليكتور اذا اول مطلوب طلعته، مين ضل عليك تحسب؟ في سي بي. اذا هذه عليها 18 فولت اخذت منها اي اللي هي 8 4.87 مضروبه في 1.5 او 1.2 كيلو اوم. اذا انت طلعت حصه الجهد هذا، ما تبقى من 18 وين بروح؟ بروح على هنا. اذا جهد الفي سي بي بيساوي 18 فولت ناقص اي في ار، صح ولا لا؟ اذا ترجع لمعادلات مبادئ اساسيه وهيك بتكون انت حصلت على، طبعا لو استخدمت قانون كيرشوف برضه حتطلع بنفس النتيجه، فبتطلع معك بي سي بي بيساوي بي سي سي، البي سي سي اللي هي جهد الانحياز تبع البطاريه ناقص اي سي في ار سي، وفي الحاله هذه بتحصل على قيمه 12 فولت و6 من 10 16 من 100. هذا بالنسبه لمسائل وتمارين على البيز المشترك. كل ما عليك انك تحفظ القوانين الثلاثه هدول حتى تستطيع انك تشق طريقك بكل يسر وسهوله. نلتقي في محاضره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.